لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. فأعزائي، فائق دعبول هذا السلسل الساقط اللي بسبب ثوار تشرين انذبحوا من كان يطبل لهم، وأنا قائد تشرين وأنا قائد تشرين. يا فائق دعبول، هل أنت أعطيت دينار واحد لأي شهيد من ثورة 20؟ أبد. هل ساعدت أحد حتى في علاجه؟ أبد. قاعد تخمط من التلفزيونات، من حكومة الكويت اللي اعطتك بيت وتزوجت وحدة كويتية وخلفت، كل هذا مو مشكلة، بس تطلع يوميا من 22 الجيوش 2004، الجيوش وما جيوش. البارحة دحج عليك ويا نفس المذيعة اللي سوت مقابلة معايا قبل كم شهر بقناة سكاي، وقاعد وشين هي وهذه الكلاوات اللي مشيها، شين هي شا شين هي وشا وما شا، وهاي قضيتها كلاوات ونصب، ومسمي نفسك عضو مجلس دواب سابق، ومقشمر الناس بهذا الكلام، وأنت لا تريد العراق ولا أبد، وأنت واحد إيراني خايس، والقشامر اللي تدعمك خياس أخيس منك، لأن هذا الشعب يموت على واحد يتقلد، يموت على واحد يقعد ينفخ لهم ويكذب عليهم ويصفط لهم قصص ويعطيهم أمل، ولو أمل زوجته وتسافرت للدنمارك وطلعت البصمة بالسويد والسبسجن الترحيلات. فهذول السرسرية اللي قاعدين يتاجرون، سليمان جدرية أنا محامي النظام، وأي واحد خابره سجله وبعدين طلعها على أساس هذه معلومات، وأي واحد حكى وياه سجله وعلى أساس هاي المعلومات، وقام يقصقص. وأنا قلت أنا رحت لإسرائيل، وإن شاء الله بالأسابيع القادمة هم أروح، وإلا صور لكم من تل أبيب أسوي بث مباشر منك، أنا صهيوني بكيفكم، بعد بكيفكم راح أروح نقصقص أذانات بعض ذول اللي دحجون ومسوينهم دكاكين ونشوف. يقصقص بهذه الفيديوهات، ولطيف بإسرائيل مدعاني دا أقول لك هاي ابن سير القيوة، وهذاك الخارط وياه ينشر، مواني أقدر على والديكم ومحاربة السامية وسوي لكم قوانين أخليكم تتليفون درنافيسيا، بس أنا أضحك عليكم أنتوا ضياء قوجة ودولة، نضحك عليكم أحسن، لأن إذا طفينا الشغلات مالتكم الشعب عليه من يضحك. وثاني شيء، أنتوا راح إذا رحتوا راح تعوفون حفرة بالشعب العراقي، لأن الشعب يحب الكذب، يحب النفاق، الدجل، زين، فتراح تركون تأثير درنافيسي على الشعب، علي من راح يتفرجون، قوم راح يجون يتفرجون يدحجون علي، أنا لي في الكل، ما عندي خط أحمر، من ملك إلى رفيق إلى ما أعرف منه رئيس، كلها تتليف. بالمناسبة قبل ما أروح للكلام اللي تكلمت على المملكة العربية السعودية، وهم أنا ما حشيت ولا غلطت ولا سبيت، قلت للرفيق محمد بن سلمان يا أبا احذر دولة ولدهم حازم، وخاصة جماعة مقردة وغير مقردة اللي فرشت له سجاد أحمر، كثير من أهلنا السعوديين تفهموا الموضوع وجيد كان ردهم، ونعرف هذول المتسوسين اللي يتكلمون باسم السعودية هم مو سعوديين، ضباب الكتروني من جماعة ولدهم حازم حاطين أعلام سعودية وما سعودية. وهاي عندي شغلة واحدة، لما سعادة السفير السعودي في العراق يزور النجف، النجف، ويلتقي بالمراجع الأفغانية والباكستانية والكذا، ويتكلم معاهم بشؤون الدولة العراقية ومستقبل العراق، حبيبي سعادة السفير اعطيني وجهك، ما تفلع بس دا فهمك حبيبي، انت رايح تتكلم بشؤون العراق معاهم، زين دول افغان وهذول باكستانيين مو عراقيين،
على أي أساس تروح تتكلم معاهم؟ وثاني شيء من تطلع تقول كربلاء المقدسة، هل القدسية صارت عندكم حالة حال مكة؟ ماكو شيء اسمه مقدس، وكربلاء منو قال لك مقدسة؟ وأصلا هذه الأضرحة كلها فارغة وخرافية. فأما تكون سياستكم واضحة في المملكة، كتبوا لي بعض الناس يعني ما الانتقاد حلو صحي، المن نساعد المن كذا، احنا داخلين مستثمرين ومشاريع، ما تذكرتوا إلا هسه؟ يعني انتم قاعد تشجعون هذه العصابة اللي تعرفوها هي إيرانية، وتعرفون كل الزين بأنه مدعومة من إيران ومسيرة من إيران، وأنت تجون تفتحون مشاريع، ويطلع لك مقتدى السطل ابن السطل يقول الروح لمكة براية علي. يعني أكثر من هذه العنصرية بعش تصير؟ وبالمناسبة تدحجون أعزاء المدحجين الثارات لغزة، كيف راحت ودمروا الكي اف سي في بغداد، يعني حتى قللهم مقتدى، قللهم بصوت السيد، قللهم الأمريكا، إذا ما تغلقون سفارتكم راح أضرب يعني نهائيا ما أكل من الكي اف سي، وخلي الكي اف سي وشركاتكم الأمريكية تفلس. فنرجو من السفيرة خالة معباس سفيرة أمريكا في جمهورية الحسين، غلقوا سفارتكم قبل ما نخسر مقتدى، لأن إذا سوى أضراب وما يشتري كي اف سي شعب العراقي بعد عليه من يضحك؟ المن يتبع؟ يعني عنده 7-8 ملايين طلي، الشعب وين يروح؟ يعني إذا أضرب عن الكي اف سي يعني ترى كارثة، نحملكم مسؤولية، نحملكم مسؤولية موت السيد السطل. يعني إذا السطل مات يعني درنفيسيا ما راح نرحمكم للأمريكان. فحبيبي مقتدى، أنت وجماعتك وجماعة غضب الله وجداحة الله ودرنفيس الله، أنت كل شيء حاطين الله بي، فأحنا من نمشيها وياكم كل شيء، غضب الله هذه الله، أحزابكم هذه ما شفناها بغزة. زين راح تقول لي شلون نضغل غزة؟ هذه مو عندكم سوريا والجولان حدود، يلا فوتوا لبنان جنوبها، مو فوتوا، قاعدين تحاربون الأمريكان. البارحة دا دحج هم طابي لهم على مطعم أمريكي جماعة تيس الخرنقعي وهذا الكعبي يكسر، الله شاهد أمريكا دمرت من شافوا المطعم مالت هدف، اقتصادها تفلش. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.